البروبلم لاب بشكل عام المشاكل ما بتخلص. مثلا الفكره الاساسيه ان ندرب عليها نحن طول الوقت هي كيفيه صياغه المساله بشكل معادلات. هاي الفكره الاساسيه كلهم على بعضهم هي. بس مشان نتعلم انتم لازم بالتركي هي مكتوبه، بالعربي انا ما بنصحكم بكره بالفحص تقروها بالعربي لانه بيوز تتخربطوا اكثر ما تفيدكم. تقرون بالتركي وتتعودوا هالشكل. عقلي اكير كاترنن بير اكس يي دوكوز اولان صير، عندي عدد راح نسميه اكس. اكي كاترنن هي اكي كاترنن يعني مضروب باثنين. بير اكس يي يعني ناقص واحد. دوكوز اولان بصير تسعة يعني المعادلة 2x ناقص 1 يساوي 9. يعني طبعا هي 2x يساوي 10 ومنه x يساوي 5. طبعا هذا الشكل البسيط كثير كثير للمعادلات. مثال 6 هانجي ساينن اكي كاترنن 3x والله هانجي ساينن يعني x اذا سميته اكي كاترنن هي اكي كاترنن 3x 3x تمام aynı sayının ay aynı sayının bir fazlasına eşittir بيساوي en عدد ضعفين وناقص 3 بيطلع نفس العدد زياده 1. بنحل المعادله بناخذ اكس على طرف لعند 2 اكس بصير اكس ناقص 3 لهونيك بيطلع اكس يساوي 4. حل جاهز مجهز. مثال 7 hangi sayının 4 fazlasının 3 katı? Hangi sayının, hey hangi sayının 4 fazlası? Hey 4 fazlası. 4 fazlasının yani ziyade 4 3 katı. 3 adaf ziyade 4 tabi'tu. Yani msuku hayat بعد ما زدت له 4 خدو 3 katı. Hey tuntubu aleyha. 4 fazlasının 3 katı yani بعد ما زدت له 4 ضربه بثلاثة، ضربه بثلاثة لمين؟ لكلياته. أين صينن يارسنا، يارسنا يعني مقسوم على اثنين، اشتر. معادلات بسيطة، نضرب باثنين، طلع لي ستة، إكس زائد أربعة يساوي إكس. يعني ستة إكس زائد 24 يساوي إكس. 5x تساوي ناقص 24 يعني الجواب ناقص 24 مقسوم على 5. أمثلة ثانية سؤال مثلا 2 3 كاترنن هي x 3 كاترنن هيك معناتها 2xy هي 2xy 10 أولان يساوي 10 الله 3x يساوي 12 وينه x يساوي 4. بس ترجموا الكلام صح. سؤال 8 هانجي صينن بير بلو اتشنن والله هانجي صينن اكس بير بلو اتشنن يعني مقسوم على 3 مضروب بواحد على 3 اكي فازلاسنن اي اكي فازلاسنن هدول هيك لو اي 3 كات اي 3 كات عدد تلتو بير بلو اتشنن يعني تلتو لهذا العدد اكي فازلاسنن اذا جمعت له 2 بعدين 3 كات ضربته ب 3 ايني ساينن اكي كاتنا اشتير ايني ساينن اكس اكي كاتنا اشتير هيك يعني والله مدخل 3 على القوس بتصير اكس زائد 6 يساوي 2 اكس ومنه الاكس يعني تساوي 6. بس كتبت المعادله صح نحل التمرين. طبعا تعرفوا باليوس بكون اجوبه قدامنا اصلا فينا نجربهم، ولكن التجريب ما دائما سهل اذا كان الحكي طويل. يعني عشان تلاحظوا هون 1 بلو 3 نن 2 فازلا صنا 3 كات، يعني اذا ما كتبتوها للمعادله كتابه وبعدين جربتوا بصير عندنا مصيبه، ما هو سهل كثير كثير الشغل يعني. مثال 3 بير صينن اي بير صينن يارصنن يارصنن يعني نصه. دوت اكس اي هي دوت اكس اي اني كيسه اذا كان 12 بوصاي كاتشتر والله يعني اكس على 2 يساوي 16 اذا هيك بالمعادلات اني اكس يساوي 32 حل معادله طرفين بالوسطين. سؤال 9
hangi sayının 2 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ünün 2 ala 3 min hadha al adad yani 2 ala 3 darb zekkadu daima bas qalli 1 ala 2 he ma'ata fi darb badan yaqul 2 katı yarısı qalli 1 bölü 3'ünün mesela 2 fazlasının hay 2 fazlasının he tamam hangi sayının 2 bölü 3'ünün 2 fazlasının lise şu yarısı yarısı yani sehede kello da kısmı ala 2 5 tir yusavi 5 tamam unhut 1 tarafin bil vasatin 2 x ala 3 زائد 2 yusavi 10 باخد 2 للطرف الثاني 2 x ala 3 yusavi 8 طرفين بالوسطين 2 x يساوي 24 لحظه ليش قاعد اضيق حالي انا ومنه ال x طلع لي 12 تمام الشغل بس اعرفوا ايش بدك تكتبوا واضحه لهون تمام في حدا عنده سؤال اذا ما في حدا عنده سؤال ننتقل على الفقره اللي بعدها ننتقل على الفقره اللي بعدها لما بكون عندي احيانا اكثر من مجهول يعني بي بروبلم دي بير بيلينميان فالسا birinci denklem, iki bilinmeyen varsa iki denklem. Eğer عندي مجهول واحد, تعرفوا بسوي معادلة واحدة, مجهول واحد عادة. عندي مجهولين, بنسوي معادلتين مجهولين مثلا. ماني مضطر طبعا دائما اسويهم بمجهولين, ممكن اعتمد على مجهول واحد. يعني امثلة او امثلة الموجودة هون. 4 katı ile 3 katının farkı 480 olan sayı. عندي sayı عقلي 7 katı و 3 katı من هذا العدد الفرق بيناتهم فرق 480 شو هو هذا العدد بين 4x 480 يعني x يساوي 120 سهل جدا سؤال 4 مثلا toplamları 12 farkları 2 olan 2 doğal sayının çarpımı kaçtı عندي عددين سموهم X و Y مثلا X زائد Y يساوي 12 فرقهم 2 X ناقص Y يساوي 2 ضال صير تمام نحل المعادلة 2 X يساوي 14 2 X يساوي 7 وإذا X يساوي 7 بنعوض بالمعادلة الأولى مثلا بطلع لي Y يساوي 5 بده تشارطمه كاتشتر تشارطمه 35 جاهز مجهز طبعا ماني مضطر انا اسمي العدد الاول اكس والثاني ايه فيني اعتمد على مجهول واحد شلون يعني مجهول واحد يعني بقول اذا العدد الاول اسمه اكس مو مجموعه 12 الثاني هو 12 ناقص اكس يعني بكل بساطه تمام هذا التوبلام اكس و12 ناقص اكس مجموعه 12 الفرق بيناتهم شو هو 2 يعني x ناقص 12 ناقص x يساوي 2 يعني بكل بساطة يطلع لي x ناقص 12 زائد x يساوي 2 2 x يساوي 14 ومنه x يساوي 7 طلعت x 7 هذا بيكون 7 معناتها هذا بيكون 5 ولكن واضح هون انه لا اعتمد المجهولين نحن سريعين بحل معادلتين مجهولين اصلا ما هو صعب كثير كثير سؤال خمسة أردشك 3 تك تام صينن أول شيء شو معنات أردشك مشان نتعلم هاو الترجمات أردشك يعني ورا بعض يعني 1 2 3 4 5 6 8 9 10 هدول ورا بعض بنسميهم بس شو عم قل لي تك صير تك صير وأردشك معناتها يعني ممكن يكونوا 3 اللي بعده يكون 5 اللي بعده 7 يعني ما بعدل الشيفت مثلا 9 ال 11 13 هو 3 ورا بعض تمام هذا معناته ارض شك تك معناته بعيف الشيفت وبمشي بالتك اذا قال لي شيفت بعيف التك وبمشي بالشيفت مثلا توبلاما 81 مجموع 81 والله معناته اذا سميت الاول اكس الثاني اي والثالث زي هيك يعني كانه مجموع 81 بناقوري ان بيوك سايكاتسون احسب لي زي
هيك مصيبة عندي، معادلة ثلاث مجاهيل راح أجرب مصيبة. فواضح هون نستخدم الذكاء، أنه ما أسوي معادلة بثلاث مجاهيل، شو أقول؟ أقول أنا إذا سميت الأول X العدد الثاني اللي بعده مثلا، إذا أول واحد أصغر واحد X اللي بعده راح يكون X زائد 2 نقطة 2 يعني، بما أنه هن وراء بعض، فإذا الأول 5 اللي بعده 7 اللي بعده 9 من نقطة 2 2، العدد اللي بعده الثالث راح يكون X زائد 4 فعليا. أول واحد هو أصغر واحد ها، الثاني معنا بعده بجمع 2 اللي بعده جمع 2 4، هدول مجموعهم كلياتهم عم قل لي 81. تمام، يعني 3 اكس تساوي شيلوا ال 6 لهذاك طرف 75، يعني منه اكس يساوي 25، معناتها اصغر واحد 25 اللي بعده 27 اللي بعده 29 فعليا. واضحه؟ شغله بسيطه فعليا. فينا نفهمها بطريقه ثانيه، هن مو ثلاث اعداد ورا بعضهم، مجموعة 81، معناتها منطقيا 81 بتقسم على 3، وعند قسم على 3 رح يطلع العدد اللي في النص اذا بدي اشتغلها هيك يعني. مثال 2، بي ساينن دوت اكسينين بي بلو دول دو ايني ساينن دوت اكسيني اشتير. ها انت واحد يعني عندي عدد دوت اكسينين، هاي دوت اكسينين بي بلو دول دو يعني قسمه على 4 لازم يطلع نفس العدد إذا نقصت منه 4. دوت إكسينين أيني ساينين دوت إكسيني إيش التير؟ طيب شو يساوي هذا العدد؟ والله ما بعرف، معادلة الطرفين بالوسطين يعني. فا إكس ناقص 4 يساوي 4 إكس ناقص 16. باخذ 4 إكس لهونيك أو بجيب الإكس لهون 3 إكس. باخذ 16 لهونيك. طلع 12 معناتها الاكس يساوي 4. جاهزة. سؤال 6، toplamları 46 olan 3 sayı، 3 اعداد عندي مجموعهم 46. Birincisi هاي زجينا سميها birincisi، ikincisi sayısının 3 katı. يعني اذا سمينا هذا اكس الثاني سميناه ي مثلا ها يعني، üçüncü beş katı التالت سميناه z. القاعدة بتقول هون بعد ما سميتهم ثلاث مجاهيل، x هو ثلاثة من y، ikinci sayının üç katı، üçüncü sayının beş katı يعني beş z. لاحظوا هون عند استخدمت المجاهيل ثلاثة، اوكي هاد نسبة وتناسب فينا نحلها، ما هو صعب كتير كتير مو هيك؟ ليش؟ تذكروا نكتبه مباشرة x يساوي 15 k، 3 ب 5 الـ ي منخبي الـ 3 هو 5 ك والز هي 3 ك هيك يعني فعليا. شو الفكرة العقلية؟ مجموع 46، نكتب x زائد y زائد z يساوي 46، يعني 15 و 25 23 ك يساوي 46، ومنه الـ ك يساوي 2. إذا الـ K يساوي 2 معناتها الـ X 30، هذه 10 وهذه 6. شو المطلوب؟ أن كوتشو كاتشتر، أصغر واحد مين؟ والله أصغر واحد 6. طبعًا لو كان إجابات قدامي بروح بجرب إنه يكون 6، هذاك بيكون 3 أضعافه وهذا 5 أضعافه، بجمعهم بيطلعوا 46 تمام، لا ما بمشي الحال. بس ولكن هون لو ما قال لي أن كوتشو كاتشتر، قال لي الفرق بين الكبير والصغير مثلًا، يعني ما احسنت اجرب، فمضطر اكتب المعادله. لاحظوا هون لما كتبت المعادلات باستخدام ثلاث مجاهيل ما كان شغله صعبه، ليش؟ لانه هذا اوران واوران تصير. هاي الشغله سهله متعودين عليها كثير نحن. بينما المتول اللي فوق لا، ما كان انه اكتبهم ثلاث مجاهيل تخربطت الامور اكثر. امثله ثانيه مثلا سؤال 7 او سؤال 3 وسؤال 7 نحل، بعدين تحلوا انتم شوي. Sual 3'te toplamları 42 olan 2 sayıdan birinin 3 katı diğerinin 4 katına eşittir. Akıllı fi عندي عددين، الأول إذا جيت سميته X والثاني سميته Y، أول شيء مجموعهم 42 تمام. birinin 3 katı، الأول
إذا ضربت أخذت ثلاث أضعافه ديارينين دوت كاتنا إشتير يساوي أربع أضعاف الثاني. ممتاز. معناتها X هي 4K Y هي 3K. هذا بيعطيني بهي المعادلة شو بيصير؟ 7K تساوي 42 ومنه K يساوي 6. معناتها ال Y وال X مين هن؟ والله معناتها ال X هي 24 Y يساوي 18. مين بده هو؟ طبعا عم قل لي أصغر واحد بيناتهم. لاحظوا قلب الشغلة أوران وأورانتوب، يعني مو بس معادلات، الأوران والأورانتوب حد ذاته هن معادلات نحن بنحلهم بطريقة أذكى بكتير. لأنه هون أنا كان فيني أقول أنه عندي معادلتين مجهولين X زائد Y 42 و 3X يساوي 4Y. أخذ الأربع Y على الطرف الثاني أضرب فوق بعدد وأجمعهم أحلهم، بينما بالأوران والأورانتوب أسهل بكتير. حاولوا تحلوا لي بالسؤال 7 طلعوا لي إذا عطلع الجواب صح. يلا ففي المثال 7 عبقل لي بي دفترين فيات، يعني إذا سميتها دي مثلا، بي كلامين فياتنن إذا سميته كا سعر القلم، إكي كاتندان، إكي كاتندان من سعر القلم، بيش ليرا إكسيك ناقص 5 تير يساوي سعر الدفتر هو 2 من سعر القلم ناقص 5 ليرة. طيب Ayşe Gül bir defter ve bir kalem için toplamda 40 lira. Akli D, سعر دفتر واحد زائد سعر القلم الواحد يعني K بطلع اشقد 40 ليرة. حسب لي سعر القلم الواحد يعني بده K. سهلة، ما أنا عندي D هون عوضة بالمعادلة 2K ناقص 5 زائد K يساوي 40، يعني 3 من سعر القلم 45 يعني K تساوي 15. معادلتين مجهولين بشكل بسيط وليس معقل على خالص. شوف مسائل تانية كمان، مثلا المسألة 11 مثلا جذب فيها عقلي عندي 56 kişilik bir sınıftan صف فيه 56 طالب، 5 erkek ve 2 kız öğrenci ayrılınca yani لو نقصنا 5 صبيان وبنتين geriye kalan öğrencilerden erkek öğrencilerin sayısının 4 katı kız öğrencilerinin sayısının 3 katına eşit oluyor. Daha basit nektop ekcad ve zgir عندي بصفي erkek في kız. لنفترض عدد للأركيك X والكز عدد Y وعندي X زائد Y كلهم 56. تمام، هو هيك عقول لي، عقول إذا شلنا 5 أركيك يعني إذا صاروا عدد X ناقص 5 و 2 كز شلناهن يعني Y ناقص 2. طيب إيش بيصير؟ عقول لي عدد الصبيان هلأ دوت كات. تمام، دوت كات من عدد الصبيان يعني 4 من X ناقص 5. أوكي، كز öğrencilerin sayısının 3 katına eşittir رح يطلع لي 3 أضعاف عدد البنات. هاي المعلومات اللي عندي صار. شو المطلوب؟ المطلوب كم طالب كان في البداية، يعني إيش قد معناتها مين المطلوب؟ X. ممتاز، نحن شو بنساوي؟ معادلتين مجهولين. هاي المعادلة بس رح أفصلها شوي، 4X ناقص 20 تساوي 3 ناقص 6. يعني إذا كتبتها فوق هلا هيك هون رح أكتبها 4X ناقص 3 يساوي إذا أخذت ناقص 20 عند 6 14. المطلوب احسب X. والله بتعرفوا بنضرب هاي المعادلة ب 3 وبنجمع، هاي 7X يساوي 3 ضرب 56 150 و18 يعني 160 62 زائد 14 يعني 7x تساوي 2 8 1 182 منقسم على 7 الطرفين. x تساوي 180 على 7، طبعا 18 على 7 فيها 2 ضل لي 42 6، يعني الجواب مثل ما هو محطوط 26.
الكسور كمان هي مثل النسبة المئوية، أكثر شيء تستخدم هي بالنسبة. في الأخير الكسر بير كيسير هو إيش هو؟ الأخير هو أوران نسبة. مثلا عم قل لي هون 177 sayısının 3 bölü 1 bölü 3'ü kaçtır? Lama kulli tilto bas bakul inne huve ha darib tilt. Taban yani 177 ala 3. Huve cevab vadih 59. Beynama lama biji bakulli şu hon bir sual tani. 2 bölü 7'si 50 olan sayı kaçtır? شو هو العدد اللي 2 على 7 منه 50؟ أبى أقول معناتها 2 على 7 ضرب هذا العدد لازم يطلع لي 50. نحن بنعلمهم بصف السابع ونقول لهم إن النسبة المئوية مثلا، مين اللي نصه 10 هو 20، يعني ضرب 2 قسم على 1. مين اللي 30% منه 7؟ والله ضرب 100 قسم على 30. يعني نضرب بالنسبة المئوية بس بالعكس، يعني هون لما بقول لي مين اللي 2 على 7 منه 50 اضرب ب 7 قسم على 2، ليش؟ لأنه واضحة إنه هيدا حل معادلة أنا فعلياً، بدي أقول 2 على 7 من هذا العدد كي بلو يدي سي اللي إيش؟ طرفين بالوسطين 2 إكس يساوي 7 ضرب 50 يعني 350 ومنه إكس يساوي نص 175. فننتبه على لما بقول لي بدي 2 على 7 منه 50 او 2 على 7 من ال 50 نفسها. في فرق كثير كثير بيناتهم. مثال ثلاثة 100 sayısının 3 bölü 4'ünün 2 bölü 5'i kaçtır؟ ال 100 3 على 4 منها يعني اضربها ب 3 على 4. 2 على 5 منها من هذا الناتج يعني اضرب ب 2 على 5. شو يساوي؟ هلا بكل بساطة بين بروح بختصر أنا هلا قول مثلا 5 ب 4 20 20 مع ال 100 بضل لي 5 ببقى 5 ضرب 3 ضرب 2 30 يعني. لاحظوا هي الطريقة أحسن من إنه إيش بساوي بعض الطلاب؟ بيجوا يقولوا بنحسب أول شيء هذا شلون يعني؟ 100 sayısının 3 bölü 4'ü والله 3 على 4 من 100 والله 3 على 4 ضرب 100 هي 75. بعدين هذا العدد 2 بلو 5 كاتشتر يعني 2 على 5 ضرب 75 بنقسم هذا 15 بيطلع 30. لا اكتبوهم فرد ضرب مباشرة أحسن، يعني مباشرة 100 ضرب 3 على 4 ضرب 2 على 5. يعني في اختصارات بتصير مثلا ممكن يكون أسهل أحيانا. هذا بنصحكم فيه أنا. يدي بلو سكيزيني يرس يرمي بير أولان سايس عدد باخد 7 على 8 منه يرس بقسمه على 2 رح يطلع 21 والله الطرفين بالوسطين أول شيء 7 على 8 إكس يساوي 42 معناتها 7 إكس تساوي 8 ضرب 42 تقسيم على 7 لاحظوا ما عم بضرب أحسن لي حيث أختصر طلع لي اكس يساوي 6 ب 8 48 هذه احسن بكثير.